عسلامة عسلامة أختي بابا. الحمد لله بيس. الحمد لله عسلامة مدى عسلامة مرتي مرتي هيا حتى معنا زوز غيرات زيادة رو. ربي يفضلكم هاك تشوف هاك تخزر كيفاش قاعدين نعيش ولا بيس عادي فرحانين نحبوا بعضنا ومتهنين ولا بيس جونا بي إن شاء الله ديما متهنين يعني مش بشي يجيب لي هو حاجة بش نفرح لحظة قبل ما نبدأ خلي قصيت لي من غاد بسؤالي اليوم شنية الحاجة اللي تفرح المرأة بخلاف الذهب والفلوس بخلاف الذهب والفلوس بخلاف الذهب والفلوس المرأة رو كي تدخل عليها بضحكة بكلمة حلوة فهمت هذاك أغلى من الذهب الراهن فهمت ماهيش حكاية ماديات وحكاية الذهب وحكاية عقارات المرأة أعطيها حاجة كلمة كي تطلعها مش تعطيها كلمة تهبطها تطيح لها من المورال تحس انه المرأة التونسية ما تتشرطش ما تتشرطش لا 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 سامحني انا عبارة باش نحكي على ذاتي فهمت مرتي ما تتشرطش برشا مرتي ملي عرسنا لتوا ما خديت ليش الذهب هاي حتى في عرسنا ما خديتش لاباس الحمد لله الحمد لله وعايشين ومتهنين ومستورين ما خديتش ذهب اللي ما خديتش ذهب وبورتون توا يعني خويا باش يعرس تحب على الذهب خويا باش يعرس يحب على الذهب عنا كرهبة عنا كرهبة إن شاء الله ربي يسهل خم نبيعوها باش نبيعوها ونأخذوا ما خير من الذهب نحنا كرهبة ندوروا بها تهزنا وتجيبنا اي ان شاء الله خير من الذهب وإحنا ما قلتلوش ديجا اكتبها باسمي اكتبها باسمي الكهرباء ولاباس واش جديده باش اكتبها باسمي يعني ما قلتلوش راهو يعمل في حاجات يا يعني انا قلت له عليهم لا حد شيء لاباس والحمد لله حبها والله باش نفسر لك غادي من الحب ديما نتعاركوا راهو هل شنو هي تتعارك نتعاركوا على حكايه تيفها مواضيع تيفها تيفها هاي وانت تحب نحبه بالطبيعة نحبه نعشقه نموت عليهم بوس ما يحلى في عيني كان هو لو كان يجيبوني الدنيا الكل نختاروه بالله فما برشا برشا ناس برشا ناس لاهين بينا احنا بالذات والله ننصحكم 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 شوفوا رواحكم تفقدوا رواحكم قبل ما تفقدوا الناس لطف 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 ربي بعد الحسد عليكم ما شاء الله محليكم والله كوب الذهب عايش عندكم صغيرات مالا الحمد لله عنا شاهد وساره ساره الاولى وشاهد الثانيه شاهد مازال كي ولدت تو في الصيف اي ربي يفضلهم ثلاث شهور ديجا بيبي عمر ثلاث شهور قولوا لنا يا عمرها عامين ونص لو انت كي عرست من غير ذهب هكا امك ما قلت لك شو يا بنتي ماما الحاجه اللي نحبها انا تمشي بيها انا اللي خذيته انا اللي قابله بيه لاباس الحمد لله بالطبيعه الدنيا مش ذهب والدنيا مش الفلوس والطفله هذه سامحني عباره بعشرة رجال تاخذ ديسيزيون تجي ضد دارهم على خاطري انا يرحم والديه الطفله هذه بنت الناس ما تتبعش يعني ما تسمعش الكلمات المراه هذه عباره بعشرة نساء تقف معاك ويقف معاك تقف معايا تقف معايا في السراء وفي الضراء وانت جوك مريق اللي لي لاباس الحمد لله ان شاء الله ربي يبقى علينا ستر ونوصلوا هكا ان شاء الله نعدوا دي ميل فاندو هذا ان شاء الله نعدوه ما غير حتى ربع مشكله وراي ديما مشاكلنا حكايه تافهه مانيش نتعاركوا على حاجات يعني هكاك حكايات تافهه راه انا فهمت ان شاء الله ربي يهنيكم شي ميل احنا نتعاركوا عليه هذيك هي الدنيا شوية المشاكل لازم فيها هذيك يحلوا وعندنا ثلاث سنين راهم عارفين معنيش برشا عندنا ثلاث سنين وعندنا زوج صغار ما شاء الله ما شاء الله اي قوت الحب عيد ميلادي غدوة نقول غدوة عيد ميلاد مرتي هذيا وان شاء الله نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يطول اللي في عمرها فهمت يا ربي جميلة حاجة عطايش حتى كان ما عندك صوت ميسيل والله ما عنديش صوت على اسمه ليه ولا شيء ليه نسمع واحنا ميسيلش ميسيلش ليه والله العظيم ليه نقولها لافيو حبي وكهو ما نجم نقولها حتى شيء ايه كل عام وانت حي بخير وربي فضلك المسوي وفضلك الصغيرات ايش تقول له قل له ربي الله اللي نحيك علي وربي فضلك لي يعني انت وصغيرات شنو ساعة غدوة الكادو الكادو ولا ما نجمش نحكي فيه تو خليه سيربريز خليه له سيربريز فهمت ما فما كادو احنا ديجا حتى البيس مونتي مازلنا ما وصلناش باش نطلعوها فهمت مازلنا ما سمعت شنو قالت لك كيفاه قالت لك الكادو اللي انت معايا والله صحيح هي معايا المراه ذي راهي وقفتها 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 بالرسمي كما نقول لك عباره ب 10 نساء 10 نساء محليكم عكس البنات هذه عكس البنات الكل فهمت ربي يفضلكم لبعضكم بالرسمي محليكم وربي يفضلكم صغاركم وشنو تنصح يا الشباب التونسي هاي ما قال لك فما عزوف على ال ما هو الشباب العزوف هذا من يشمل كذب اه
يحللها افيق كبيره قبل ما يعرس، ومن بعد ما يعرس بتبيعته يبلع السبركه، ما نجمش باش يجيبهم لها خاطر توا من الاول يكذب عليها يورور برشا، فهمت؟ من الاول باش نجيب لك باش نعمل لك باش نعيشك عيشة ملوك، من بعد ما يعرس ويبلع السبركه اختي. وانت ما كذبتش عليه؟ لا ما كذبتش من الاول، من الاول من الاول عشنا بالواقع. انا وياه عايشين بالواقع. كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ نحب نعرف. قصه طويله. اسمع ولا قصه طويله. 2011 تعاركنا مرتي هذه، قلت لها اطلع معايا في الكهرباء، قالت لي لا ما نطلعش، مازلنا نتعرفوا على بعضنا، فهمت؟ بحكم انا نخدم ميكانسيان، عندي كهرباء نتاع كليون جرب فيها، ما لقيت فرصه باش نمشي نقابلها، قلت لها اطلع باش نحكوا، قالت لي ليه ما نجمش نطلع في الكراهب، بنتصل، فهمت العمليه؟ تقصت اي تقصت تقصت وبعدنا على بعضنا وعاودت اختبط وفشلت وعمل مليك، فهمت؟ ونفار بعد عامين رجعنا لبعض. وانا رجعنا لبعض. ما الحب الا للحبيب الاول. هاكا هاو يا خويا، ربي يفضلكم وان شاء الله دنيتكم كلها سعاده وحب وتفاهم، وربي يخليكم لبعضكم.